المحل الأول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس من جديد. إذا لاحظنا خلال تعاملات الأسبوع إغلاق متجر الدولار بالرغم من حالة التذبذب التي طرأت عليه خلال الأسبوع الماضي بين الارتفاع والانخفاض، لكن الإغلاق جاء مرتفعا بعد بيانات مهمة التي تؤثر على مسار مؤشر الدولار. نهاركم سعيد. بالفعل شهدنا بيانات اقتصادية يوم الجمعة الماضي أثبتت إضافة 390 ألف موظف جديد في الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي، واستقرت البطالة عند 3.6%، وهذا ما أعاد احتمالات رفع الفائدة بشكل متسارع في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، وبالتالي ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. أما بالنسبة لهذا الأسبوع هنالك العديد من البيانات الاقتصادية، لكن سيركز المتداولون أكثر على قرارات بنوك مركزية، منها الاحتياطي الأسترالي الذي من المتوقع أن يرفع الفائدة بأربعين نقطة أساس إلى 0.75%، كذلك البنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند 0%، لكن سيراقب المتداولون أي إشارات من هذه البنوك المركزية تجاه رفع الفائدة في المستقبل القريب. البعض أصبح الآن يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة لأربع مرات هذه السنة، رغم أن هذه التوقعات ما زالت مبكرة نسبيا، لكن هذا سيكون له تأثير أيضا على الدولار الأمريكي. نحن نعلم بأن الدولار الأمريكي يتحرك وفقا لفروقات أسعار الفائدة المتوقعة بين الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى في العالم، وهنا سنتابع هذا الأسبوع هذه القرارات وكذلك التصريحات التي ستتبع هذه القرارات لاشتقاق أي معلومات عن توجه البنوك المركزية في العالم مقارنة بالفيدرالي الأمريكي. نعم سركيس، من المؤكد أنك اطلعت على بعض التصريحات الصحفية التي جاءت نوعا ما متشائمة حيال الاقتصاد العالمي في ظل التخوفات من الركود التضخمي وأيضا معدلات النمو المتراجعة، في ظل هذا الارتفاع الحاصل في معدلات التضخم، هل أثرت هذه التصريحات على مسار التعاملات في أسواق العملات؟ بالفعل العديد الآن من التوقعات تظهر احتمالية انزلاق الاقتصاد العالمي في ركود يسمى الركود التضخمي الذي يحصل في ارتفاع هائل في الأسعار ويرافقه أيضا ضعف اقتصادي. عندما تحصل هذه الحالة تتزعزع الثقة في الأسواق المالية وأسواق العائد المرتفع، مما يجعل المستثمرين وكبار المحافظ الاستثمارية يتوجهون إلى الملاذات الآمنة النقدية، وهنا الدولار الأمريكي استطاع الاستفادة الأسبوع الماضي في الحقيقة من هذه التوترات، لأن المتداولون خرجوا من الأسهم الأمريكية على سبيل المثال وتوجهوا إلى الملاذ الآمن الذي هو الدولار، حتى أن الذهب انخفض متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي، وهنا نشهد توجه المستثمرين إلى النقدية مباشرة لمحاولة تقليص المخاطر المترتبة على الركود الاقتصادي التضخمي الذي لم يشهد العالم مثله إلا في ثمانينات القرن الماضي، وهو حالة اقتصادية إن استمرت خلال الفترة المقبلة سيكون لها تبعات سلبية جدا على الاقتصاد العالمي قد تمتد لسنوات عديدة. بالتالي هذه التوقعات والتصريحات بالفعل تؤثر على أسواق العملات وتزيد طلب العملات المرتبطة في الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي، الين الياباني لفرانك السويسري، لكن حتى الآن يبدو أن الدولار هو الذي يستحوذ على الحد الأعلى من السيولة. نعم سركيس، هذه القوة التي تمتع فيها الدولار منذ بدء يعني عمليات رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي شكلت العديد من الضغوط على العملات الرئيسية المقابلة، توقعات بأربع رفعات في المركز الأوروبي، هل يشكل هذه التوقعات أيضا حالة من الضغوط على اليورو في المنطقة الأوروبية؟ بالفعل بدأ الحديث عن أربع رفعات في الفائدة في البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاع معدل التضخم في أوروبا لأكثر من 8%، لكن في نفس الوقت رفع الفائدة لأربع مرات في البنك المركزي الأوروبي قد لا يكون مؤكد 100%، إذ أن اقتصاد منطقة اليورو متأثر وبشدة من التوترات الجيوسياسية، مما قد يجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر استعجالا في أن يحفز الاقتصاد. التوقعات لهذا الأسبوع تشير إلى أن البنك الأوروبي سيثبت أسعار الفائدة لكن ربما سيشير إلى رفع مستقبلي قريب. هذه التوقعات قد تبقي الضغط على اليورو،
لحين صدور قرار البنك المركزي الأوروبي إلى جانب بيان الفائدة لاحقا هذا الأسبوع. إن ظهر بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على سياسته تجاه رفع الفائدة بشكل بطيء جدا، هنا قد يبقى اليورو أمام ضغط ملموس. لكن في حال أظهر البنك المركزي الأوروبي أي توجه لرفع الفائدة بالفعل لأربع مرات، هنا قد تبدأ عملية إعادة التسعير ليبدأ اليورو ليشهد بعض الارتفاع مقابل الدولار. لكن مع توقعات رفع الفائدة المتسارعة بالفدرالي الأمريكي، ربما ستبقى أي موجة صاعدة على اليورو محدودة نسبيا أمام الدولار. فالدولار حاليا بطبيعته قوي، آخذين بعين الاعتبار عوائد السندات الأمريكية، توقعات الفدرالي الأمريكي أيضا. نعم سركيس، يعني بالحديث عن القرارات المرتقبة من البنوك المركزية، لاحظنا يعني المركزي الياباني الوطني السويسري أبقيا حالة التسهيل الكمي نوعا ما على أداء الأسواق لديهما، أثر بذلك على الملاذات الآمنة كالفرنك وأيضا الين الياباني. ألا يشكل ذلك أيضا ضغطا في ظل الارتفاعات المتوقعة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وفي المنطقة الأوروبية؟ نعم بالفعل، بنك اليابان المركزي وكذلك الوطني السويسري يواجهان حالة اقتصادية قد تكون مغايرة نوعا ما لما تشهده العديد من الدول في العالم. على سبيل المثال في اليابان ارتفع التضخم بالفعل، لكن هذا الارتفاع في التضخم لم يصل مستويات خطيرة تجبر بنك اليابان المركزي على اتخاذ خطوات لتحفيز الاقتصاد، وكذلك في البنك الوطني السويسري حتى هذه اللحظة أسعار الفوائد سلبية. هذه الفوائد السلبية في سويسرا والفوائد المتدنية وأيضا سلبية في اليابان تشكل ضغط على كل من الين الياباني والفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي. يشهد الين الياباني والفرنك السويسري بين الحين والآخر طلب كما تفضلت بسبب طلب الملاذات الآمنة من العملات النقدية. لكن بشكل عام يبدو بأن توقعات الفوائد في اليابان وفي سويسرا والفرق بينها وبين العديد من البنوك المركزية في العالم قد تبقي على حالة الضعف بشكل عام، خصوصا على الين الياباني. نعم. الذي سمعنا العديد من التصريحات من الحكومة وبنك اليابان بأنهما سيستمران بتحفيز الاقتصاد. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.